بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير، يتجدد مع حضراتكم في هذه اللحظات شوط الختام، ينطلق في هذه اللحظة من خلال تواجدنا في أرضية ميدان دستور الذراع الأيمن لتحفة ميادين السباقات. نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقة الختامية لتحديات صباح هذا اليوم الخاصة بسن الحقائق في هذا المسار مع 3 كيلومترات. تبدأ الأسماء في الانطلاق، نهني كل الفائزين الذين فازوا هنا وشاركوا في الانطلاقات الصباحية، وهارد لك لمن لم يحالفه الحظ في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله سيكون من الفائزين. نتابع الآن مع حضراتكم شوط الختام والخاص بالجعادين. في هذه اللحظات نقترب من المركز الأول ومن مايخاف لسالم بن فايل بن خريبيش العويسي، الآن يسير إلى المركز الأول نحو صدارة الشوط، بينما المركز الثاني يأتي مشاهدين الأعزاء شلهوب تعود ملكية الحمود بن سالم العمري ينطلق إلى المركز الثاني. أما المركز الثالث، المركز الثالث يأتي مشاهدين الأعزاء عترس من يحتل المركز الثالث لسالم بن راشد بن سعيد المزروعي برقراي المزروعي ياتي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع انتقال مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، وسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي يقدم الغربي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصولا الان في هذه اللحظات من خلال تواجد راهي سلطان بن عيسى بن سعيد الخيالي ياتينا خامسا. اما المركز السادس يتواجد فيه مشاهدينا الاعزاء سيف بن حمد بن حضيرم الاجتبري يقدم صوغان في المركز السادس. أما المركز الرابع سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز السابع الآن تدخل من شعار ومميز هنا في هذه اللحظات سلطان بن محمد بن مسر بن قوبع قدم مياس على المركز السابع. المركز الثامن محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. المركز التاسع الآن الذيب خليفة بن سعيد بن مجثوم الينيبي، بينما المركز العاشر أيها الحبل الكريم هذه الكرام خذ المركز الأول مع 600 متر الأخيرة في هذه اللحظات وبوجود صوغان، لكن راهي لا زال في المركز الثاني. راهي لسلطان بن عيسى بن سعيد الخيالي يأتي في المركز الثاني. المركز الثالث مياس سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع هو الآن وصل وخذ المركز الثالث. إذا ثلاثية على الشوط، تحدي هذا الشوط في لقاء هذا الشوط، شوط محموم، ولكن مشاهدينا الأعزاء أكيد مع هذه الغيوم المركز الأول صوغان مسيطر وراهي يحاول، راهي يحاول وصوغان، ولكن راهي يغير سلطان بن عيسى بن سعيد الخيالي غير وخذ المركز الاول. واشاهد بالدبيله قادم مع مثير محمد بن عبد الله بالدبيله يصل يحتل المركز الثاني، لكن راهي طار، راهي سافر، راهي حلق في المركز الاول في صداره هذا الشوط. تانينا والناموس لسلطان بن عيسى بن سعيد الخيالي للمره الثانيه في صباح هذا اليوم، تانينا والناموس. المركز الثاني محمد بن عبد الله بالدبيله يقدم مثير. المركز الثالث حمد بن ضعيف بن غدير. المركز الرابع سيف بن حمد بن حضيرم. خامس المراكز مسري بن حمد بن مسري بالعرطي الحميري. مشاهدين الاعزاء وصل واحتل المركز الخامس. كانت مشاهدين الاعزاء هذه النتيجة الحاضرة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. اذا مشاهدي الكرام التوقيت الزمني 4 دقائق 45 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لسلطان بن عيسى بن سعيد الخيالي على هذا الفوز وعلى هذا الناموس مشاهدينا الكرام، على فوز راهي بالمركز الاول، بينما المركز الثاني وصل في هذه الانطلاقه مثير تعود ملكيته لمحمد بن عبد الله بالدبيله، وصل وخذ المركز الثاني بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 45 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس كذلك لبالدبيله على هذا الفوز وهذا الانتقال. أما المركز الثالث اللي وصل من خلال هذا الانطلاق